العقوبات كاين اللي طلب لماذا يعني ثمنوا المشروع القانون وقال كيفاش اعتبرتوا تبييض الأموال جنحة، لماذا ما تروحوش الجناية؟ أثير هذا الانشغال أيضا. احنا إذا كان عندنا حتى احنا في مثل كما جرى قانون الفساد عندنا حتى 20 سنة، الجناية واش راح تجيب لك؟ تجيب لك 15 20 سنة راهو عندك في الجنحة تقدر تجيب العقوبة هذه، خاصة وأن احنا الجنح علاش في قضايا الفساد وقضايا التبييض روحوا الجنح باش نسلكم الإجراءات المعقدة تاع الجنايات. انتم تعرفوا أغلبكم راه في الميدان من محامين موثقين محضرين دي جوريست، أغلبكم يعرف هذا باللي لو روح المحكمة الجنايات راحت القاضي ونولوا في الاقتناع والعنصر الشعبي، ندخلوا في متاهات وهي قضايا فساد واضحة تعالج بالسرعة المطلوبة. اليوم المجتمع واش راه ينتظر منا؟ معالجة قضايا الفساد بسرعة. فإذا قضية إجرائية بحتة أنا أوبتي بور التكييف الجنحي، وإحنا رانا متأكدين باللي عندنا العقوبة يمكن أن تصل إلى 20 سنة، فوش ندير بالطابع الجنائي إذا ممكن يعقد لي الإجراءات وممكن يؤدي لي إلى نتيجة عكسية.